السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله كويسين يا اخي. كيف احوالكم؟ طمنونا عليكم، اموركم وشعوركم اطفى نوركم، ان شاء الله بخير يا اخي. كيف احوالكم كلكم المعانا في اللايف جيش الخندق؟ ان شاء الله طيبين. كيف احوالكم؟ ناسل في البيوت السلام عليكم، نازل في الخنادق سلام عليكم، قيادة عامة سلام عليكم، مدفعية سلام عليكم، شندي فرقة أولى 16 11 سلام عليكم، حامية واحد سلام عليكم، كسلة سلام عليكم، نيل الأبيض كوستي سنار سلام عليكم، ضنقل الشمالية نهر النيل سلام عليكم، بورسودان كيف أخباركم؟ الخرطوم أم درمان بحري سلام عليكم، شرق النيل الصامدين كيف أخباركم؟ طمنون عليكم، ان شاء الله بخير يا اخي. كيرري هيئة عمليات عمل خاص السلام عليكم، غسان فرحات ود العمدة ان شاء الله طيبين، جيش الاربعين مستشفى النوال اطباء سلام عليكم، سلاح الطبي سلام عليكم، المستنفرين المقاومة الشعبية المسلحة السودانية سلام عليكم، السيد والي ولاية الخرطوم سلام عليكم كيف اخباركم، الطاقم المصاحب سلام عليكم كيف اخباركم؟ ان شاء الله بخير. كيف احوالكم؟ اولادنا في البيوت سلام عليكم، بناتنا سلام عليكم، اخواتنا سلام عليكم، امهاتنا وابائنا سلام عليكم، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين، طمنون عليكم كلكم، ان شاء الله بخير، ان شاء الله ما عندكم عوجه. كيف عاملين؟ ان شاء الله بخير. وبعدين انت شايف كده، خلي بالك، الليلة يعني من الأشياء اللافتة للنظر البيان بتاع خارجية السودان، واللي بيتحدث عن قفل الباب حق التفاوض عن طريق الإيجاد. وبس للمرور السريع كده احنا نقراه. أبلغ وزير الخارجية المكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي رئيس مجلس إيجاد الوزاري بصفة جمهورية جيبوتي رئيس لدورة الإيجاد الحالية. كلام الكثير ده كله إنه وزير الخارجية حقنا رسل خطاب لوزير خارجية جيبوتي. ليه؟ لأنه جيبوتي رئيسة الدورة بتاعت الإيجاد، مؤتمر الإيجاد، وقام رسل له خطاب. قال فيه شنو؟ عبر رسالة مكتوبة: قرار حكومة جمهورية السودان وقف الانخراط وتجميد التعامل مع إيجاد بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان، وذلك نظرا لتجاوزات ارتكبتها المنظمة بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية 42 لرؤساء دول وحكومات إيجاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كامبالا يوم الخميس 18 يناير دون التشاور مع السودان، ودعوة قائد ميليشيا للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة بكمبالا، وفي سابقة خطيرة في تاريخ إيجاد والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي اعتبره السودان انتهاكا لسيادته فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيجاد والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية. في القمة يوم 18 قمة استثنائية بتاعت رؤساء دول إيجاد، وعندها يعني قضايا حتناقشها، من ضمن القضايا دي دخلوا ملف السودان، والمفروض يحصل تشاور بين الإيجاد وحكومة السودان في القضية بتاعت الملف حق السودان، حيتناقشوا فيه. وفي شنو؟ احنا طبعا عندنا صفة اعتبارية، وعندنا رئيس جمهورية، وعندنا وزارة خارجية، يعني وسائل تواصل رسمية كدولة، عندنا شرعيتنا، فمفروض تكلمني تقول لي والله انا يوم 18 حناقش الملف 1 2 3. الايجاد رتبت القمة دي واتواصلت مع حميدتي. حميدتي ما عنده اي صفة اعتبارية، ما عنده صفة اعتبارية، يعني ما مفروض اللي قاعد تخاطبه تجيبهم تصليحهم مع البرهان او تقعدهم مع حكومة السودان. اللي قاعد ما مفروض تتجاوز السودان، والله ترسل للسودان احنا عندكم مشكلة حرب عايزين تحلوها كيف. السودان يقدم مقترحاته، تفاوض، حرب، حل عسكري، الدول بتاعت الإيجاد تلم الرعاية حقنها المرتزقة،
نناقش القصه دي مع ليجات تواصل، هم ما عملوا كده، اتجاوزونا تماما. قاموا قالوا السودان ده البرهان ما معترف به كرئيس شرعي، ادوه خطاب دعوه وشالوا الخطاب ذاته نسخه ثانيه، مسحوا اسم البرهان، كتبوا اسم حميدتي، رسلوا له وقال له تعلينا في القمه. حميدتي بصفته شنو يجي القمه؟ ولنفترض انه حميدتي ده ما تمرد وعنده صفه اعتباريه، برضه ما بترسل له دعوه. ليه؟ لانها اسمها قمه الايجاد الاستثنائيه لرؤساء دول افريقيا. هل حميدتي رئيس؟ لا، ده تجاوز خطير طبعا. تجاوز خطير في سيادة السودان، تجاوز خطير في المواثيق، تجاوز خطير في انه ادي زول ده صفة اعتبارية احنا سحبناها منه. اقلاها بتنادوا تتصلوا بينا تقول لنا يا اخ والله في القمة دي دايرينكم تقعدوا مع حميدتي، رايكم شنو؟ نقوم نقول اي اوكي كده تمام؟ ده كله ما حصل. تجاوز للسودان تماما. في زول عنده اعتراض في الكلام ده؟ موقف السيادة ده، هل الليلة اثيوبيا بتناقش موضوع مع جيبوتي في قمة الإيجاد؟ أثيوبيا عندها مشكلة مع جيبوتي في موضوع موانئ وحدود. هل أبي أحمد حيقبل إنه يجي القمة دي؟ أسي أبي أحمد قدم الليلة دي اعتذار، قال أنا ما جاي أحضر القمة دي ذاته ولا معترف بيكم. هل في قحات في أثيوبيا حيقولوا والله الخارجية مختطفة؟ حيقولوا أبي أحمد والله شغال مع نظام الفلول بتاع السياسة فورجي؟ تخيلوا، هسه انا ذكرت لكم الاسباب الدفعت الخارجيه السودانيه انها ترفض تمشي قمه الايجاد والبرهان يمشي. تجاوز لسياده السودان، طرح مواضيع بدون الرجوع للسودان، بدون رجوع لحكومه السودان. الموضوع متعلق بالسياده فقط. ده موضوع ما فيه تصفيه حسابات ولا فيه انك تيجي تدخل نخرتك، لانه والله يا اخي الخارجيه مختطفه، البرهان داير يمشي يقعد لكن الخارجيه مختطفه. طوالي طلعوا قالوا يا اخي والله الخارجيه مختطفه، يا اخي الخارجيه قالت انه القمه دي نادت حميدتي. موضوع حميدتي ده ما بيطرح في قمه رؤساء، حميدتي ما رئيس، حتى لو حميدتي ما تمرد، حميدتي ما عمل اي حاجه، حميدتي ما بنادوا القمه دي. ما بنادوه لانه ما رئيس، انتوا دارين تفهموا بوين اقع هذا. قالوا لا الخارجية مختطفة والبرهان كان داير يمشي في الموضوع. ممتاز. محاولة تلميع البرهان الكل مرة بيعملوها هم يعني تسميهم شنو المتوترين القحاتة، يعني مثلا شبشب الملك ده يوم ينبذ البرهان يسميه الهنبول. الليلة قام دافع عنه وقال انه قراره مختطف من الخارجيه، طبعا ما قريت كلامه، انا جاني تقرير يعني قلت لهم قال شنو عن التقرير الخارجيه؟ هل قال انه الخارجيه مختطفه؟ قال لي اي قال. هل البرهان ما عنده راي؟ اي. هل البرهان كان داير يمشي والخارجيه منعته والكيزان منعوه؟ اي. وده الكلام الحافظه طبعا، لكن قبل اسبوع مسميه الهنبول، مسمي البرهان الهنبول. بعد ما مسكوا متعهم في جبيت طلع قال يا اخي ارفع علينا اصبحوا الاوسط. ده اسلوب تربيته طبعا، البرهان ما رفع عليك اصبع اوسط، ودي ما اسلوب ذاته انت بتكتبه لناسك وتدي تدعي انك انت صاحب فضيله. انا قبل كده قلت لك كلام شايفه في تعليق، قلت لك انت طردوك من بيت الله من السعوديه، انت تاني ما فيك عمر، انت ما فيك عمر تاني. هسه الليله كتبوا لك في التعليق انت زول ما منك عمر، متردد زيك وزي البرهان ده. طيب الاشكاليه الاساسا دي الصراع الوضع ده منه، يعني الليله الخارجيه بتاعتنا انجزت انجاز ضخم جدا بانها طلعت راي واضح انه احنا مقاطعين قمه الايجاد. القرار ده ممتاز، طبعا قرار ممتاز. السؤال الاول، القرار ده نصفق له؟ يعني نقول انه الخارجيه الليله بقت راجله واخذت لها موقف دفاعا عن سياده السودان ولا نمشيه؟ نمشيه ليه؟ لأنه أساسا الموقف ده خدتانا فيه منه، خدتانا فيه السيد الرئيس البرهان. أساسا أنت كلامك مع الإيجاد ما محتاج، وأنت أنت تكلمت مع الدعم السريع في جدة وصلت فيه اتفاق شهري 5 على الدعم السريع أنه يلتزم ينفذ البنود دي. قام الدعم السريع ما حينفذ البنود لأنه المخطط بتاع الاستعمار حقه حيفشل،
الإمارات حتفشل، إسرائيل حتفشل، الدول المحيطة بينا حتفشل، تشاد حتفشل، تمام؟ اتفاق جدة ده كان شأني عسكري وإنساني فقط، إيصال المساعدات، إعادة المواطنين إلى بيوتهم، الدعم السريع التزم إنه يطلع من الأعيان المدنية والمؤسسات العسكرية ويمشي يقعد في معسكر حتى تقضي المؤسسة العسكرية فيه ما تقضي، يعني دمجون أعدمون حاسبون كتلون. الكلام ده ما بن ما 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 بنقوله للدعم السريع، ده كلام حصل واتفقوا عليه ومضوا عليه. حلوين لحد هنا بدون أي مقدمات ظهرت لنا حاجة اسمها الإيجاد، وفي الإيجاد ظهر فيها كيان سياسي. إحنا قلنا الإيجاد دي أساسا اليوم الماشي فيه البرهان يلاقي حمدوك حميتي، البرهان ماشي يلاقي حمدوك. الناس كانوا مستغربة في الكلام، انسحاب حميتي ده واجهة ساي، الموضوع انه ماشي يلاقي حمدوك. المخطط المعركة دي كلها في النهاية رجعوا لنا حمدوك بعد ما حرق البلد، وهم أصحاب شعار يا حرب يا إطاري ما ينكروا الكلام ده، وإنت ما تعمل لي فيها ناسي، أو إنك إنت والله الظروف، أو إحنا والله وضعنا، أو اللي إنت شفت اللي حصل لنا في مدن، واللي حصل لنا في بحري، واللي حصل لنا في مدرمان. الدعم السريع بدأ الحرب تحت شعار يا حرب يا إطاري. الوراه في الحاجة دي كانت الحرية والتغيير تقدم. الليلة الخارجية دي لا نعتبر العملة دي إنجاز، لأنه أساسا ده محتاج محاسبة، محتاج محاسبة ليه؟ لأنه السيد البرهان ماسك مفاصل الدولة كلها في يده. ما في زول طبعا بيكون في موقع البرهان ده، مهما انت حسيت بضغط او حسيت انه عليك التزامات او انك انت موقع مع ناس بتدس، او الاسرار دي كلها عارفها زول واحد اللي هو البرهان. احنا علينا ضغوط، انت عليك ضغوط، الوالي عليه ضغوط، المستنفر عليه ضغوط، قائد المنطقة عليه ضغوط، كلنا مضغوطين، لكن ما بالطريقة حقته. ليه؟ لانه في حاجات كان بيعمل فيها غلط، الحاجات الغلط دي الناس وقفت انها مطمر. من ضمن الحاجات دي اول حاجة سيطرته على الجهاز المدني. لا يمكن انت سياسيا يا برهان تنتصر على الجماعة المحترفين ديل من سنة 52، انت قاعد مع زول زي علي السنهوري بتاع حزب البحث، ده واحد من اكبر المضللاتيا في الكوكب. حزب البحث ده اكبر حزب بتاع التضليل في العالم، الله خلق التضليلكم وخلق حزب البحثكم. حزب البحث ده لما نتعامل هو بيتكلم عن الوحدة العربية، ممتاز ركز معي، ولما جات شعارات الوحدة العربية مصر والسودان كانت دولة واحدة. أول انقلاب اتعمل بالشعارات بتاعت الوحدة العربية ونكون مع بعض انفصلت مصر من السودان. انفصال مصر من السودان ده احنا دايرينه أصلا، لكن ده بتين لما فصلوه الناس بتاعين الوحدة العربية وأمة واحدة وأمة خالدة. أول دولتين رفعوا شعار الوحدة العربية ورفعوا شعار حزب البحث وحكموا به سوريا والعراق. سوريا والعراق الأسد كان داير يقتل صدام حسين. البعثيين الحسي قاعدين في اللايف ده في 79 في قاعة الخلد، صدام حسين لما كان واقف مولع السيجاره الكوبيه قال اي زول يسمع اسمه يطلع برا، عيب شواربكم، اعدمهم كلهم، اعدم الحزب بتاعه، لانه حزب البحث جناح 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 حزب البحث جناح العراق متواطئ مع حزب البحث جناح سوريا. ديل اللي بيتكلموا عن وحده عربيه، بيتكلموا عن امه خالده، اول دولتين متحاربين سوريا والعراق، بشار وصدام. البرهان عشان يواجه مخططات سياسية زي دي بيتكلم عن الصادق المهدي. الصادق المهدي ده لما بقى رئيس وزراء عدلوا للدستور، أصغر رئيس وزراء كان في السودان في الكم وستين، في بداية الستينات، تحسب كده لحد 2040 قبال 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 64 سنة، 64 سنة كان صادق المهدي ده رئيس وزراء، وبال 64 سنة تاني جاء مسك رئيس وزراء في 85،
بقى 44 سنة. الوقت ده كان البرهان ما عليه أي تكليف سياسي، وكان ممنوع إنه يمارس عمل سياسي بحكم إنه خريج الكلية الحربية، رغم إنه عنده انتماء مع حزب البعث، ده موضوع تاني يعني. البرهان مقبل مؤسسات الدولة السياسية. الشغل بتاع الليجات ده ما ممكن انت تطلع ترد على حميتي، ولا يمكن انت تطلع ترد على الليجات ماشي وما ماشي. عندنا خارجية عندها أسس وقوانين، الخارجية السودانية ما قادرة تشغل قوانينها لأنه أو تعترض على الإيجاد من بداية الأسبوع الفات ومن بداية الحراك ده، لأنه البرهان بيكون مثبتهم. لأنه لما مدني سقطت تاني يوم البرهان بيتكلم عن إنه احنا لو مشينا ونفاوض احنا ما حنجيب حاجه تذل القوات المسلحه تذل الشعب السوداني. اذا عندك انت الرغبه تفاوض، لو انت كنت تسمع كلام الخارجيه وفي بتاع خارجيه موظف ساي سكرتير ثالث في الخارجيه ولا في سفاره، هسه ما في سفاره في السودان قادره تشتغل ضد ال 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 المعركه والتآمر. ما في سفاره في ما في سفير في السودان قادر يتكلم يقول حاجه. شايف المؤامرات، شايف خالد سلك، شايف في هولندا، شايف في بروكسل، شايفين مريم الصادق في مصر، ما في سفير قادر يتحرك. ليه؟ لانه الكبير قوي مثبت الموضوع في الكليجام. في الكليجام دي قلناها ما التغييد بس في المؤسسه العسكريه، ده مغيد كلهم. بيان الخارجيه المتاخر ده، ما هم الدعوه دي كانت يوم 28/12، كانت الخارجيه السودانيه حترد على الايجاد، لكن في زول مثبتهم. انا ما بعرف زول في الخفاء، انا ما بعرف زول، انا بعرف في العالم منو الرئيس. البرهان ما قايم بشغله، خلاص مقصر. البرهان عليه ضغوط انا ما مرته يا زول، ماله ضغوط ولا ما ضغوط؟ الصدر الحنين ده بيلقاه هشام شبيب الملك، ولا يلقاه ياسر عرمان اللي بيحتويه، ولا كان فاتح له حضنه حنان حسن اللي مشت حاضن بهناك يحضنوا لك احضن حاجه. احنا ما عندنا الكلام ده، انت المسؤول يا زول. الخارجية ما قدرت ترد الردة من يوم 28/12 لأنه حضرتك مكبلهم، لأنه انت ما فك اللي جامل وزارة الداخلية. لا يمكن حتى الآن وزير الداخلية ده ما يطلع له قرار واحد بأنه يخاطب تشاد أو يخاطب أثيوبيا أو يخاطب جنوب السودان في الأموال والعربات المسروقة. لا يمكن. لأنه وزير الخارجية مكبل الكبير أوي ومثبته. صرفه ممكن يكون في اعتبارات، ما تدخل لي الموضوع ده، ما فيه اعتبارات، في بروتوكولات أمنية بيننا وبين تشاد. وزير الداخلية ما قادر يفعيلها، لكن كل يومين بيطلع لي بيان إنه الشرطة تعمل، الشرطة دايرة حقها يا زول. المواطن داير حقه، احنا ما عيناك وزير داخلية عشان كل يوم تيجي تقول لي و و و و و وخاطبنا قواتنا و وفتحنا معسكر شنو ما عارف ونقطة التفتيش. انا زول انا ما مشغل وزير داخلية الكلام ده، مدير نقطة، مدير قسم، مدير محطة، مدير كوموندان بيعمل اللي بتعمل فيه ده. انا ما دافع لك مخصصات في الشهر 20 30 مليار عشان يجي وزير الداخلية يقعد يقول لي فتحت روضة وقفلت مدرسة. انا ما دافع لك للكلام ده. بروتوكولات وزارة الداخلية المعدولة الجوار دي وينها؟ ما في زول قادر يفعلها ويتكلم بيها. ليه؟ لأنه في واقع تاني، لانه الحرب دي ما مفروض تمشي كده. نعيد تاني الكلام اللي كان بيتكلمه امبارح في اللقاء بتاع عزة الماهري، لما قال له البرهان بيجهز في الجيوش دي كلها عشان يحارب الكيان المدني، قام عزة الماهري قام قال له والله ما بقدر اخش في النوايا حقت البرهان، لا استطيع ان ادخل في نوايا البرهان وانا ما عارف الحاصل. اتكلم عن البرهان بأدب، الأدب ده ما مصطنع، الأدب ده بتاع احترام قيادة. وطبعا صرفه شيفيز واحد من الشيفوز في الكوكب. هو اللي قادد عامل ليه أصلا؟ إجابة على سؤال أنا طرحته قبل 3 أسابيع، قلت يا أخوانا إنتوا قايد الدعم السريع ده منه؟ الناس قالوا لك حميتي، قلت لكم قايد حميتي منه؟ البرهان. قلت لكم قايد الجيش منه؟ البرهان. يبقى قايد الجيش وقايد الدعم السريع منه؟ البرهان. لحد يوم الحرب ما قام صح، وطبعا ده كلام في الواقع.
وده الحاصل، انه في اتفاق، انا بلمح انه في اتفاق، انه البرهان بيقول للجيش ينسحب وبقول للدعم السريع تقدم. انا الحاجه دي ما نكرتها، قلتها كتير. هم فهموها دايرين يطلعوا بيها طوال، قاموا جابوا منه عزة الماهر قال له انت الحركم ودخل قوات الدعم السريع الخرطوم يوم 14، القائد الاعلى منه قام قال لهم طبعا البرهان. انا جيت طلعت الورقه بتاعت 2019، يوم 20/8/2019 اصدر البرهان قرار. ان شنو يا هدى القرار؟ ما في تبعية للدعم السريع للقائد العام اللي هو ذاته، يعني هو ما عنده على اوامر. والفارات ديل قالين انهم كده حيسوقوا في الخضة، انه الحرك القوات دخل يوم 14 هو البرهان. جينا قلنا لهم القرار ده صدر، الغى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان المادة 5 في قانون ميليشيا الدعم السريع لسنة 2017 الخاصة بخضوعها لأحكام قانون القوات المسلحة. أجاز طيب، ووفقا للقرار الذي اطلعت عليه صوت الهامش فإنه تلغى المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، الخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة بجميع فقراتها. ووصل القرار بإعادة ترغيم القانون. قوات الدعم السريع اللي اتحركت دي اتحركت تمرد. قمنا شغلنا البيان بتاع منه نبيل عبد الله، اكتشفت انه الناس كانوا ما سامعينه، كتير من الناس قالوا ما سمعناه. طيب الطريقة اللي كان بيتكلم بيها عزة الماهر لما يجي في البرهان بيتكلم بأدب، أدب بتاع زول متفق مع زول. أنا بشك طبعا في البرهان وفي جاب البرهان، وبشكك في القيادة، وبشكك في الجيش، ودي شغلة ما عندكم معي شغلة، ولا عنده راية اللي هو ذاك اللايف اللي مشي يفتح له لايف، ما عندك معي قضية. البرهان اللي انت شايفه كويس وبتاع، ما تيجي تقولوا بعض الإعلاميين بعض الناشطين يشككوا. أنا بخلي البرهان بشكك في أبوك وأمك انت ذاته، ما عندك معي شغلة. انت شايف البرهان صح، اطلع قوله البرهان القائد الذي ما عارف يعبد الذي ربى، دار تقوله قوله براحتك. لكن ما تطلع انت بعد شويه واحد يطلع يقول لك التشكيك في المواعيد دي، انت مالكم على المواعيد دي؟ ما مواعيد دي تشدخل امك انت، ولا عنده قول فوق قولنا اللي يقوله يعني. دردقنا الفارات ديل جابوا لنا عزة الماهر. عزة الماهر لما سالوه قال اي حركه، ما حركه، لانه القوات المسلحه طلعت بيان يوم 12 بعد تمرد القوات بتاعت الدعم السريع بأربع يوم. القوات الدعم السريع تمردت بتين، تمردت يوم 7/4 لما مشت وين؟ لما مشت مروي. وهذا القرار انتوا قولوا، اتضح انكم ما سمعتوا البيان. الجيش حذر الناس من الحرب بالمناسبة، انتوا الوقت داك، لكن مع رمضان والعيد وما بتحصل حاجة، وناس صرفة ديل بهيجوا ساي. شايف الدعم السريع مش حاصر مروي؟ الشعب السوداني الأبي يقع على عاتق القوات المسلحة السودانية دستورا وقانونا حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون. بناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن. هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة. أهم نقطة قال لك تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة، عشان ما يطلع عزة الماهري ويطلع معاه والمذيع يقول له انتوا احنا كلنا عارفين ان القوات دي بتتحرك بإمرة البرهان. ده كذب، البيان ده بينفي الموضوع ده. القوات دي خشت الخرطوم يوم 12/13/14، خشت 14 شارع المطار، جاية من الزرقة، مدرعات مشحونة في شاحنات، دخلت بشارع المطار 12:30 ظهر مصورة وقاعدة. البيان ده طلع قبليها بيتكلم عن تمرد قوات الدعم السريع.
ما تحركت بإمرة البرهان يا قحاتي. وأحسن اللغاء بتاعك ده تحذفه، لأنه والله جبت اللبش. أنت أسمع، بعض المدن هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، مما أثار الهلع والخوف في أوساط مواطنينا، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية. مواطنينا الكرام، لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات، وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، لأن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية. أهل بيان ده للقت لكم يوم 11، وانتوا كلكم ما سمعتوه. طيب الكلام ده بينفي الكذب اللي بتعمل فيه قحط، اللي هم سايقين في خط انه البرهان حرك القوات بتاعت الدعم السريع، والقوات دي دخلت الخرطوم بإمرة محمد حمدان دلقو. والبيان اللي انا ذكرته لكم المادة 5 بينفي صلة علاقة القوات المسلحة بالدعم السريع من سنة 2019. البيان ده المادة اللي لغت الحاجة دي. انت عارفين العمل البيان ده منه؟ المادة دي بتاعت وفقا للقرار الذي اطلعت عليه فإنها تلغي المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع الخضوع لإحكام قوات المسلحة بجميع فقراتها. ألغى رئيس مجلس المجلس العسكري الانتقالي فريق أول عبد الفتاح البرهان. المادة دي ألغيت في وجود برلمان مشترك كان مجلس السيادة ومجلس الوزراء. يعني قحط ذاته أجازت المادة دي عشان ما يعملوا لكم فيها شفوت. ناس قحط أجازوا المادة بتاعت إلقاء تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة. الليلة هم بيجي بقولوا الحرك القوات الدعم السريع هو البرهان. كذابين، انتوا كنتوا قاعدين في 20/8/2019 لما البرهان أصدر المادة دي، كنتوا قاعدين حاضرين الكلام ده، وحمدوك حاضر الكلام ده، ومجلس السيادة فيه 6 أعضاء مدنيين، محمد الفكي حاضر الكلام ده. محمد الفكي، إلغاء المادة بتاع تبعية الدعم السريع للقائد العام انت حاضرة، كنت في مجلس السيادة، ما معش كانت في مجلس السيادة، قاعدين انتو. عارفين انه الدعم السريع بقت قوة منفصلة ما عندها علاقة وتبعية بالمؤسسة العسكرية، هم عارفين الكلام ده. جا حسي عشان يبرروا قالوا البرهان هو اللي قال لهم تعالوا الخرطوم، يعني البرهان هو اللي قال لهم امشوا مدني امشوا مروي، دار انت تقولوا كده عزة الماهري. الكلام ده علنا بالقوانين والورق، البرهان ده ورقه سليم حسي. بالنسبة لي انا ما سليم ليه؟ لأن الطريقة اللي تكلم بها عزة الماهري بتوريك في اتفاق. الحاجة الأكبر، نجي للموضوع الأكبر، في شنو في الخرطوم؟ الخرطوم دي فيها شنو حس؟ فيها وزارات ومؤسسات الجيش قال أنا بحافظ عليها، المكتسبات المدنية. لما نأسي احنا نتكلم عن السوق العربي والاستراتيجية بتاع جهاز الأمن وعن القيادة العامة، بيقولوا انه ما قادرين يتحركوا فيها لانه فيها قناصة. القناصة قاعدين وين؟ القناصة قاعدين في مؤسسات فيها مباني عالية زي المصرف بتاع الساحل والصحراء ده، الحرقوه الدعامة قبل يومين. المصرف ده الجيش وكل الناس عارفة انه قاعدين فيه قوات فاغنر والاجهزة بتاعت الاتصال حقت الدعم السريع والاجهزة بتاعت التشويش وقناصة. الجيش ما ضربوا ليه؟ لانه حيطلعوا الناس يقول لك الجيش يضرب ويخصف. الجيش ده ما يخصف، احنا ما عندنا مانع، اخصف وقول لنا البيان حقه. والله احنا قصفنا الحتة دي كان فيها قادة اجانب، قصفنا الحتة دي فيها كده.
دي واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نشكك في البرهان. طيب يا اخي دي عادية. طيب الكبير السؤال الاكبر، القيادة العامة فيها شنو؟ جينا شهر 8 سألنا القيادة العامة فيها شنو؟ فيها ناس. الناس دي منو؟ منو الناس اللي في القيادة العامة؟ أس القيادة العامة دي منطقتها والخرطوم والسوق العربي وجنوب الخرطوم والمطار والعمارات والخرطوم 3 والخرطوم 2 والامتداد، ما في زول قادر يعمل يتحرك فيها، ولا عندنا فيها مستنفرين، ولا عندنا فيها عمل خاص، ولا في جيش قادر يتحرك، لأنه القيادة محاصرة. القيادة فيها شنو؟ البرية اتحرقت، الجوية اتحرقت، البحرية اتحرقت، مبنيات الأركان اتحرق، فيه شنو يعني؟ منو اولادنا اللي قاعدين جوا في القياده محاصرين ديل؟ انتوا محاصرين مدافعين عن شنو؟ يعني انتوا بتدافعوا عن شنو؟ في شنو يعني؟ مباني ما اتحرقت، اليرموك ولا القياده العامه؟ اليرموك فيها مكانات ومصانع بتاع الذخيره، شغاله كانت لحد يوم 15/4 ولحد شهر 5 كانت شغاله، ولما دخل الدعم السريع دي فيها قوه حارسه وقوه شغالين مهندسين بصنع في ذخيرة. الأولى يا تو كانت حرس. انتو داسين شنو في القيادة العامة يا برهان؟ انا ده سؤالي هنا، في شنو في القيادة العامة؟ تدك القيادة العامة بل فيها. بكرة الصباح تدوا العساكر دير تعليمات انهم كلهم اجمعوا وين؟ اجمعوا في حطاب او المدرعات او الذخيرة، طلعوهم ودكوها في الواطة. أنا شايف إنه في القيادة العامة في حاجة الجيش والدعم السريع قاعدين يحافظوا عليها، لأنه الدعم السريع ما صعب بالنسبة له يقتحم القيادة، ما تقول لي 35 عسكري مأمنين القيادة، ما تكذب علي. 35 عسكري ما بقيفوا قدام 13 14 مضاد طيران رباعي، فهو أربعة مواسير، الطلقة 35 سنتي. أربع مواسير، أنت ما بتقف قدامه، كضاب ما بتقدر. أنت حارس شنو في القيادة؟ غرفة القيادة المركزية والأجهزة ما قاعدة في بورسودان وبتتكلموا مع البرهان ده بشنو أنتوا؟ وأنتوا دايرين شنو أكتر من تلفون؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كيف أخبارك؟ الأحوال عندكم شنو؟ والله الأمور طيبة، خلاص اتحركت القوات كما كنت أقفل الباب. بس تاني في حاجة شنو غرفة الاتصالات شنو؟ ما هدي المسيرة فيها كاميرات وفيها شاشة قاعدة في تلفون الواحد بيكون بتلفونه، طيارة بتاعت الاستطلاع بتاعت المسيرة بيجي معاه جهاز ذاته زي التلفون، بتشوف الكاميرا بتشوف اللي بتنزلوها. حسي دي مطلعينها من غرفة القيادة والسيطرة تقالي في القيادة العامة؟ في شنو في القيادة العامة؟ أنا داير القيادة العامة دي تكون مقر لانطلاق النفرة والاستنفار والمقاومة الشعبية في الخرطوم. الجيش حرر مرحب، ما حررت الدكة طوالي، ما عندي لكم حاجة أنا ما عندي لكم حاجة، لكن أنا لأنه دار استفيد من القيادة العامة وأبدأ أحرك فيها قوات وأبدأ أعمل فيها تجمع وأبدأ أعمل فيها انتشار، بيقولوا لي القيادة محاصرة، ده حنك جميل جدا طبعا من الجيش صرفة يا أخ، ما بنقدر نعمل حاجة في القيادة. في شنو يا أخوانا؟ والله القيادة محاصرة. وطيب وقت قيادتك محاصرة بتحارب في شنو أنت؟ المدرعات والله صرف المدرعات دي للآن تصدت ل 68 هجوم ضخم جدا، والله ما شاء الله تبارك الله. طبعا المدرعات ما تمشي جبرة، لا احنا ما محاصرين، نعم احنا ما محاصرين. ملوك الأعذار يا اخوي، 9 شهور انا داير الموقع بتاع المدرعات ده اعمل فيه المقاومه وتجمع المواطنين، والناس حاسه اداره ترجع يا زول، بيرضى الجيش بيغصبا عن البرهان بيرضى الجن، احنا دايرين نرجع بعد ده. اكتر من كده انا ما داير اشوف انجاز، انا داير اشوف انه خطنا العام كله شنو توجهنا. احنا توجهنا الان الحسم العسكري، لكن الكبير قوي عنده راي تاني من الكلام الكثير انا بقوله ليك ده. حسي اول نقطه، الطريقه اللي بتكلم بها عزه الماهر عن البرهان انا بتخليني ارتاب، ده احترام ما ياهو ما في حتته. عزه الماهر زول معروف انه زول منفلت وعنده كك في راسه وتعالج، عنده شهاده بتاع الجن وكذاب، وهو كان مسخره القنوات العالميه في الخمسة شهور اللي فاتت، بكذب كذب كذب ما طبيعي. ده زول لا عنده دين لا عنده اخلاق، زول ده عامي، زول نقرا زي شنو عزة ماهر وخرابيط.
لكن كان بيتكلم عن البرهان بطريقه انا ما عجباني. الطريقه الثانيه الحاجه المريبه بالنسبه لي القياده العامه، البرهان ما ماخذ فيها موقف، كانه الدعم السريع الدعم السريع محاصر القياده العامه، ما داري يخشها والجيش ما داري يحررها، قاعدين حارسين لهم حاجه جوا انا ما فاهم شنو. دارين الكابتن بتاع الطيران الرجم القياده بتاعت الدعم السريع بمخالفه التعليمات اللي هو طلال، ارجم لنا القياده العامه دي يا اخي، نشوف الجيش ده رايه شنو، ذاته عندكم شنو انتوا هناك، انتوا عندكم الكلام اللي انا بقوله ده حسي القوات المسلحه تستوعبه الكلام ده، حسي ما 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 دي الاولى، دي احنا دي المره الثالثه نفتح الموضوع بتاع القياده دي فيها شنو، لكن المره دي عناصر القوه عندنا، ما انا ما حقعد انتظرك كثير يا جيش، انا دا افهم في شنو انت اللي بيخليك تمشي في مسار التفاوض ده، لما تجيب لي المنبر بتاع جدة انا منتصر فيه ومحقق فيه انتصارات وحاجات مقبوله ومنبر قوي جدا فيه السعوديه وامريكا وافقوا على الكلام والزموا الدعم السريع، والدعم السريع كان ما عنده طريقه يهرب، مشيت فتحت ليه موضوع الليقات، الليقات بقى حميتي بتهرب من البرهان، السياسه المعروفه في التفاوض عبد الواحد دبتين قاعد في ترابيزه تفاوض. وقد توصل الطرفان الى عقد اتفاق في كمبالا، واثناء تواجد الوفد حكومه السودان في كمبالا غادر وفد الحركه الجبهه الثوريه بقياده المناضل عبد الواحد محمد نور كمبالا الى جهه غير معلومه، طوال بيزوغ قال داري يلاقي البرهان منه حميتي، والبرهان اعلن الموافقه، قال ماشي بالليل رسلوا له قال الزول ده ماشي ما عندنا 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 عذر فني، حلو. لما جينا حسي دي البرهان قال انا ما ماشي، طالعت الحريه والتغيير طوالي، كيف البرهان يرفض يقابله؟ لانه البرهان مختطف، كيف مختطف؟ حميتي ده لما رفض يقابل البرهان مالكم ما قلت له انت مختطف وانت ما بتسمع الكلام والكيزان بأثروا فيك ودي فرصه السلام. رفض يقابل البرهان وقال عذر فني، مش لاقى حمدوك، كانه حمدوك اولى من البرهان، كانه حمدوك اولى من الجيش. حميتي المفروض يلاقي البرهان ولا يلاقي حمدوك؟ ثاني يوم الحريه والتغيير مبسوطين انه لاقاهم، لا لا ما كفايه، ما هو رفض يلاقي البرهان، ادينه حميتي في الحته دي، قولوا حميتي زاق، حميتي كبره، حميتي ما عنده التزام، اول من البرهان حس الليل اصدر القرار قالوا الخارجيه مختطفه. هو الخارجية مختطفة ليكن انتو ديل خاطف الخارجية، البرهان ده ذاته الخارجية دي لو شغالة شغلها صح اول حاجة انتو من اول ثلاثة يوم المفروض تكونوا في الرج. هل يعقل انه تخلي مواطن شايل له جواز دولة كويس بيمشي بيعمل بلاغات في جيش الدولة اثناء المعركة ويدين جيش دولته ويدين خارجيته وينبذ رئيس الجمهورية وانت مخليهم؟ وزير الخارجية بتاعنا ده مختطف البرهان ده مختطف للمصلحة بتاعك في شنو ده السن، وانا داير افهم كلام ده، احنا هسي بنشرح للناس بالراحة بالراحة عشان نمشي خطوتين. الخطوة الثالثة بتقول جوا القيادة العامة ده عمة وجلابية وسلاح وتوب، والله العظيم انا بتكلم معاك جدي، ابواب القيادة العامة دي تتفتح وتطلعوا تشوفوا الحاصل شنو برا، تسعة شهور قاعدين نسوي في شنو، انتوا داسين شنو؟ داسين حميتي كنتوا ولا شنو انتوا؟ ولا ما زلتوا داسين ولا شنو يعني؟ الدعم السريع انت محاصر القياده دي، ما البرهان طلع منها، ما تمشي تبيل ميتين قاعدين جوا ديل. هسي احنا ندعو الدعم السريع يخش القياده، ليه ما قدر يخش القياده؟ تسعة شهور قاعدين من الصباح جايبين كراسين يشربوا الشاي قدام القياده العامه، ليه ما قدر انت تخشوها؟ ما دخلتوا الفرقه 16، دخلتوا اليرموك، دخلتوا الحاميه الاولى في دخلتوا الضعين، دخلت ليه ما دخلتوا القياده العامه؟ واللي هي النقطه اللي بتعلن فيها انتصاركم وسيطرتكم على الدوله، الدعم السريع الحته دي ما قدر يخش عليه؟ انا داير افهم. 74 معركه في المدرعات، ليه ما عملت ال 74 معركه في القياده العامه؟ كان خشيتها وانتهيت، في شنو انتوا داسين جوا الدعم السريع؟ الداسينه كالاتي، انه الموضوع ده يكون توازن، انه الجيش ما يتحرك، الجيش يكون مدافع، الجيش ما يخضع على الدعم السريع، مثبتينها
والدعم السريع عنده إمكانية يخش القيادة كان غير كفة المعادلة، ما دار يخشها. في المقابل الجيش ينسحب له من مدني، ينسحب له من جبل أولياء، ما يمشي يحرر ما عارف وين، ما يتحرك وين، ينسحب وين. ده اتفاق واضح، اتفاق ولا ما اتفاق؟ انت في جدة يا برهان حسمت الدعم السريع وألزمته، الليلة تجي تقول لي ماشي الإيقاد ويطلعوك انت غلطان. الحتة بتاعت الإيقاد ده دخلنا فيها منو أصلا؟ دخلت أنا فيها انت لأنك انت موضوع جدة ده كان تصير فيه، ما عندك حاجة في الإيقاد، ما عندك معه شغلة. ما معقول يا برهان انت تمشي الإيقاد، دولة كينيا تحتضن المتمردين، دولة كينيا تسيء للسودان، دولة كينيا تتجاوز دبلوماسيا لدرجة انك انت حسع مستدعي سفير السودان من كينيا عشان علاقتنا مع كينيا وصلت للحضيض. هسي السفير السوداني قاعد في قاعد في بورسودان، ما قاعد في نيروبي. ليه؟ لانه عندنا مشكلة مع كينيا. بعد ده كله يقول لي انا ماشي اسمع منهم. انت ماشي تكسر السودان يا زول، انت ماشي تذل السودان. ليه حق القحات هسي يتباكوا عليك يا برهان؟ لكن انتوا عارفين حاجة واحدة، واحنا دايرين نقولها ونكررها ونعيدها، يعني التآمر اللي بيحصل ده يا برهان والله كان منك ولا من الجن. بتجي المرحلة بتاعت الحساب كله بيتكشف، الشعب ده ما بتقدر تخدعه تاني. كنتوا معتمدين على حاجات وكلها فشلت، معتمدين على انكسار المواطن، معتمدين على سقوط المدن، معتمدين على انه ما في استنفار، ما في مواطن سوداني حيشيل كلاش، والناس دي كلها هربت، الناس دي قنعت، الناس دي ما عندها رجال، الناس دي. انتوا شايفين حاجه مختلفه والحاجه كل يوم بتكبر. حسي احنا دايرين البرهان ده يتعامل معانا بنظريه واحده اللي هي حسم عسكري. الابواب المواربه دي يا برهان ما عندنا. الخطاب بتاعك الضعيف الحسي بترسله للدول والانكسار اللي بتعمل فيه ده فاتح الباب للدعم السريع ده، احنا ما عندنا. احنا الدعم السريع ده حنطلع ميتينه عسكري عسكري، ما عندنا لون حاجه ولا حيقعد ولا في توازن ولا عندنا شغله بامارات ترى ولا ما ترى. الفكره بتاعت انه انت الموضوع ده حتحله بتفاوض شيله من راسك. الباب ده تاني كلمه التفاوض دي ما تطلع في منصه تقول يا برهان. البلد دي ما حقتك وما حتكون حقتك، دي الحاجة اللي خدتها في راسك. شعب السودان يحس عنده القدرة يخش لك انت بورسودان ذاتها، انت خليني من دعم سريع. من الليلة انا بقول للقيادة العسكرية وبقول للقيادة السياسية في السودان، الشعب السوداني ما تخافوا عليه، خافوا منه. الشعب السوداني من الليلة دي من أسي ما تخافوا عليه، خافوا منه. والخوف بتاع القيادة السياسية ظهر في كلام عقار امبارح وطلعت بيانات حسي من الخارجية ومجلس السيادة. عقار كان بيتكلم بلسان المبعوث بتاع الأمم المتحدة، فالمذيع سأله قال له يا أخي قعدت مع المبعوثة الجزائري؟ قال له أيوه. قال له هو رأي شنو؟ قال له والله يا أخي عنده بعض التحفظات ومتخوف من موضوع المقاومة الشعبية. ده كلام عقار. الجزيرة اجتزأته، لكن هو كان بيتكلم بلسان المبعوث الجزائري، فقام قال الجزائري متخوف من المقاومة الشعبية وتسليح المواطنين. قمنا احنا، قال انا قمت اللي هو عقار طمنته، قلت له احنا بنعرف ندير الغضب. هنا احنا خلينا العوامر ده وخلينا المبعوث الاممي وخوفه مسكنا في عقار. عقار لما انا تجي تقول لي الامم المتحده اثيوبيا كينيا مصر السعوديه خايفه من تسليح المواطن، انا اتفهم. العالم الخارجي خايف انه السلاح يتنقل له عبر الحدود، يجوه خلايا ارهابيه، تحصل تفجر ازمه في السودان، يجوهم ناس لاجئين، انا اتفهم خايفين من المقاومه الشعبيه. لكن انت عقار خايف منها ليه؟ مسميها اداره غضب. الما قادر استوعب عقار انه الغضب حالة نفسية، والواقع انه في حرب. الحرب فرضت علينا نتسلح، زي ما الحرب اتفرضت في مدني وفي الخرطوم. المواطن عنده خيارين، انه يمشي مع الحرية والتغيير، يوقع اتفاق مع الدعم السريع زي ما حصل حسي في الحلاوين
اللي بيشيد بيهم ياسر عرمان او حصل في حلة سعد اللي هي حلة ناس ياسر عرمان ذاته، عمل اتفاق مع الدعم السريع وجابوا قياداتهم الادارية والاهلية. اتفرض عليهم واقع، المواطن عنده خيارين، استسلم او يقاوم. زول في الجزيرة حس انا ما بطالبه يقاوم لانه توصيل السلاح انا ما متأكد منه، الامداد والذخيرة ما متأكد منه، وصول وانتشار القوات المسلحة ما متأكد منه. الزول ده في اللحظة دي انا بقول له اتفق معاه ما في مشكلة، لكن بشرط تشيل منه سلاح بحجة تحمي نفسك من المتفلتين. الكيكة اللي اداك السلاح معناه واثق فيك، ما اداك السلاح معناه بيلعب بيك، حيركبك بكرة انت هتكتشفه في الحتة دي. اطلب من كيكة السلاح، اطلبه منه يسلحكم. اداكم السلاح معناه واثق فيكم، ما اداكم السلاح معناه بكرة جاي يخدعكم ويغشكم. طيب الحاجة دي فيها فرض تاني، انه المواطن في الشمالية عنده الخيارين، انه الدعم السريع قال له انا جايك، يا اما يستسلم ويوقع اتفاق زي الهلالية او رفاعة، يا اما يشيل سلاحه ويواجه، لانه دي حرب، الحرب دي فيها واقع بتفرض يا عقار. الغضب حالة، الحالة بتاعت الغضب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا امسح في وشك وتوضى واستغفر، وانت طبعا علاقتك بالاسلام زيرو، فانت جاي تقول انا ادير الغضب، يا تو غضب انت لو عندك علاقه بالاسلام كان فهمت ان احنا غضبانين لاعراضنا لبلدنا، والله سبحانه وتعالى حيغضب علينا لو ما غضبنا. تقال الموضوع ده مفكوك ساي. كتب عليكم القتال، ما كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتبت عليكم الصلاه، ما هو نفسها ده ما كتابه واضح هي تفسير شنو كتب عليكم الصيام. حتيجي تقول له والله الظروف يا ربنا يا اخي واحنا نجنح للسلام، الصيام ده خليه حسي. بتيجي تقول كلام زي ده في الصيام، ما فريضه. الله عز وجل حيغضب علينا لانه احنا ما غضبنا على اعراضنا اللي بتنتهك. تيجي تقول لي ادير الغضب، ده تديره انت مؤهلاتك وكفاءتك شنو تدير لك نفرين غضبانين، انت مشكلتك مع الدولة ما قدرت تدير غضبك تحلها سلميا، مش شلت سلاح اتمردت في الجبل. انت كنموذج للتنمية البشرية، كذا ادينا نموذجك انت في ادارة الغضب. لما الدولة منعتك الاكل والشراب والعلاج والصحة لمواطن الجبل، عملت شنو انت عشان تدير الغضب ده؟ عملت شنو؟ شلت كلاشك وتمردت؟ انت قدرت الغضب في روحك؟ تمردك ده كان لمطالب اساسية للحياة، حس احنا ما متمردين، احنا شلنا سلاحنا ده للحفاظ على الحياة، ده ما اسمه ادارة غضب. انا العوامر ده ما مرسل من الجواسيس، مرسل من الامم المتحدة عشان يفشل لي المشروع بتاع المقاومة الشعبية. انا افهم انه يخاف منه ويغضب منه، لكن مشكلتي تغضب منه انت، تخاف منه انت، تحاربه انت يا عقار. دار تسيطر عليه بشنو انت؟ حتسيطر عليه بشنو؟ فكلام عقار ده احنا بالنسبه لنا ده الاتجاه اللي هو قال انه في لقاء حيتم، برضه نصلح الحته دي، قال في لقاء حيتم بين البرهان وحمدوك، قال في لقاء حيتم بين برهان وحميتي وبرضو حمدوك، قال حمدوك تمام. يا نعم لنا حلاوة بتاعتنا نايخ. طيب اللقاء بتاع البرهان وحميتي او البرهان وحمدوك، طوالي استلمته منه الحريه والتغيير، طلعت رشا عوض قالت تلقينا موافقه بلقاء رئيس مجلس السياده بتقدم. جابوا الكلام ده من وين؟ من تصريحات مالك عقار امبارح في الجزيره، انه احنا منفتحين وانه الرئيس منفتح على الكيانات السياسيه وغيره وغيره. التضليل اللي حصل من الجزيره انها قالت انه البرهان حيلاقي رئيس تقدم حمدوك، هو ما قال كده،
وما قال البرهان ما حصل مرة قال أنا حلاقي حمدوك، ما قاله. اتكلم في جبيت قبل 12 يوم 17 يوم ولا كم، اتكلم في جبيت قال احنا الداير يحل مشكلة السودانيين جوا، ما حنلاقي زول برا، واي مكون سياسي اللي يجوا يقعدوا مع المكونات السياسية في اركوي بيقدموا رؤية اصلا هو ذاته يلاقيكم، دي ما قاله. الحرية والتغيير مسكت الموضوع الليلة قايمين انه البرهان حيلاقي حمدوك. انا اطمنكم اخوان البرهان ما حيلاقي حمدوك، كلمك هو يا صرفة انا ما عندي شغلة بيه، قال لي ابني ولا انا اللي بكلمه، ما حيلاقي حمدوك. يلاقيه ليه؟ علاقته به شنو؟ علاقة حمدوك باللي بيحصل في السودان شنو؟ المعركة دي تمردت قوات الدعم السريع، الحشر ميتين ابو حمدوك في القصة شنو؟ تمردت على منوع على وزارة الدفاع، خلاص نقطة عرب انتهى، يحلها الجيش بس. داري يجيب حمدوك اللي يجيب كل سياسيين في السودان، احنا 50 مليون سياسي، تيجي تلاقينا واحد واحد، منو حمدوك والباور حقه شنو؟ عنده شنو في الوطن؟ منو المعاون مناصرين وين احزابهم وين مغراتهم؟ يا اخوي ده بقوا محظورين في 13 ولايه بامر طوارئ، يلقوا غحاتي حايم في الشارع قالوا جزوا اركبوا عديل. ده متمرد عندنا بزي مدني، ده جاسوس اخطر من الدعام الراكب التاتشر. اتحظروا سياسيا في البلد دي، منو حمدوك ومنو تقدم ومنو تمشي تلاقيهم؟ ده المتمردين، مشيت قعدت مع المتمرد انت حاضر، انت ذاتك متمرد. قاموا الحرية والتغيير مسكوا الموضوع قالوا لنا البرهان دار يلاقي حمدوك، دار يلاقي بتين وين؟ قالت تلقينا موافقة. الله ده مع عزيز في السماء يا اخوانا، نعم ملك التحدي. في موقع البلد نيوز جابوا الخبر، الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير بين قوسين رشا جدود قالت إن تلقينا موافقة بلقاء رئيس مجلس السيادة وقوة تقدم، سيتم تحديد المكان والزمان لاحقا. حلو، أنا يا رشا بتحداكي تطلع الخطاب بتاع الموافقة اللي رسلته لكم حكومة السودان مع عربي نجيد، طلع الخطاب. مش قلت تلقينا موافقة من البرهان يلاقي حمدوك صح؟ انا بتحداك تطلع الخطاب ده، خطيه في صفحة الحرية والتغيير، خلينا ذات الليلة دي نقوم نقول الجيش ده شنو، انتوا مش دارين تخربوا علاقتنا مع الجيش اساسا، احنا مع القيادة وجيش المكتب خربانة وما داسينا، والجرس اللي بيعمل فيها الجيش حسي ده خايف من الشعب، الجيش حيتركب والقيادة دي بتاعته حتتركب والبرهان حيتركب، طار السما حيتركب، قاعد في الوطن حيتركب، انتصر حيتركب، اتهزم حيتركب، وده موضوع منتهي، ده موضوع ما ده الجرسة ما بتنفع حسي والله العظيم. لكن احنا نكون ناس موضوعيين، انت قلت تلقينا موافقة، انا دايرك توريني الموافقة دي تلقيتها بصورة رسمية، وريني الاثبات مع عربي نجد. هسي احنا الخطابات اللي بتجي حكومة السودان من الايجاد قاعدين ينزلوها في صفحة مجلس السيادة، وقد تلقى وزير الخارجية المكلف الصادق خطابا من وزير خارجية جيبوتي الدورة الرئاسية في الايجاد، وقد خاطبه قائلا انه يتشرف بدعوة السودان الى قمة الايجاد. وفي سياق لاحق، مش قاعد يجيبوها كده في الاخبار، انا دايرك توريني الخطاب اللي رسله ليك مجلس السياده بموافقته انه يلاقوا تقدم ويلاقي حمدوك، ابقي مره طلعه، ابقي مره نزل الخطاب ده مع عربي نجيب. طيب انت ما تسال الطرف بتاعكم، اسال الجيش ومجلس السياده بتاعك، ما مجلس السياده طلع بيان الليله ده، انت ما قريت البيان؟ انا ما قريته، لكن انت كنت مركز وين يا هودة؟ بس احنا بنزف فيهم، مش طلعوا بيان؟ احنا بنزفهم في بيان ده حسي هو ده، انا بتكلم في شنو؟ في البيان ده، البيان قال لك بصفة جمهورية جيبوتي، قال لك قرار حكومة جمهورية السودان وقف الانخراط وتجميد التعامل مع ايجاد بشأن
ملف الأزمة الراهنة في السودان. إيجاد فيها منه؟ فيها تقدم. السودان هدى قال لك وقف النشاط، ما ماشيين الإيجاد، مش البرهان ما ماشي، إحنا وقفنا نشاطنا وعلاقتنا بالإيجاد ذاته، مش قاعد فيها حمدوك. هسي دي طالعة تقول لك يا أخي والله يا أخي تلقينا الموافقة، الموافقة البرهان قالها في جبت، قال لكم دخلوا بيوتكم، انتهكوا حرمات أمهاتكم وبناتكم وكاف مين. في ثلاث نقط قبالة، أو فعلوكم وكاف مين، وقال لكم إحنا ما قفلنا الباب ده. وأي زول عنده حل اللي جينا يقولوا في السودان، وطلعنا قلنا لكم الدارج السودان ده هديك بورسودان اللي ركب يجي، احنا الباب ما قافلين، لكن اللي بخش السودان ما بيطلع تاني. لا انتوا لا البرهان، انتوا من المطار ما اتصلوا القصر الجمهوري بتاع البرهان اصلا، مش مذكرين التحدي ده. قامت دي طوالي قالت تلقينا موافقه، تلقيتيها وين؟ كلام عقار ده في قناه الجزيره، طلع الليله البيان من الجزيره اعتذرت، ده بيان الجزيره. ها؟ جزيره امبارح ساقتكم بالخلا يا اخي، ديل الحاضرين يفكوا حاضرين امبارح. انا ما قلت لكم بشيتكم برا، لكن الجزيره ما بتسمع الكلام. انا مش قلت لكم تحضروني، انا والله احضركم من السودان. حصل ولا ما حصل يا قناه الجزيره؟ قبل يومين مش قلت لكم تحضروني؟ انا ده انا بحضركم من السودان، عين الجزيره الليله جرت واطي. قال لك تصحيح، تصريح مالك عقاره حي انا بل. قال لك يا اخي نغنى امس عن مالك عقار نائب رئيس مجلس السياده السوداني تصريحات مفادها ان الجيش ارتكب انتهاكات خلال الحرب القائمه، وذلك في اجابته على سؤال بشان رايه في قصف الجيش لمواقع الدعم السريع، الا انه اسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. وبمراجعه تصريحات المسؤول السوداني تبين عدم دقة النقل لذا وجب التنويه والتصويب انطلاقا من الأمانة المهنية. وما أدلى به نائب رئيس مجلس السيادة هو أن هنالك أخطاء وقعت من جانب الحكومة السودانية، ووقوع أخطاء الطيران في الحروب يمكن أن يحصل، ناهيك عن هذه الأخطاء، لكن ما بال المجتمع الدولي والأفريقي في القتل المتعمد ودفن الناس أحياء. جزيرة جرت واتي. فكوا لي الحظر بتاعي من السودان مباشر، لكن الجزيره السوداني ما فكوه. هسه انا بكلم القائمين، انا بعد شويه حخش القى بس محظور، بس خليني القى محظور. ها؟ والله العظيم ما عندي شغل غيركم، حعاملكم معامله قناه العربيه. انا حعاملكم معامله قناه العربيه. انا ما اعتقد اعلاميا في مستوى زيده. او اطلع اقول لكم قناه الجزيره زي قناه الحدث، لا انتهيت من تاريخكم. انتهيت منكم تماما. والله العظيم اطلع اقول لكم بس اقول بس كلمه واحده، الله يا اخواننا تعامل قناه الجزيره دي بقى زي قناه الحدث، لا خلاص اعلامي انتهيت ولا كلمه. تاني لا تعمل الجزيره اطفال، خلاص انتهت. والله العظيم وجزيرتنا سقطت، الجزيره ذاتها سقطت، ما تسقط قناتكم. طيب التصريحات اللي قالها مالك عبقار امبارح فتحت الابواب لحتات كثيره، من ضمنها انه مجلس السياده طلع اعتذار ذاته عن التصريحات دي وادانه للجزيره. طبعا احنا ما دارنا نحصر مجلس السياده وكده، ويعني دارنا نورينا ان احنا بيدنا ممكن نزنكم. قال لك كان توضيح صحفي مجلس السياده الانتقال السوداني دي. توضيح صحفي، كان السيد نائب رئيس مجلس السيادة مساء أمس في مقابلة تلفزيونية بقناة الجزيرة مباشر في برنامج المسائية مع المذيع أحمد طه. أحمد طه كيف أخبارك؟ حبيبنا والله، شنو الفوضى اللي بتعمل فيها دي يا صاحبي؟ عامل لنا فوضى كده وبتاع ومحرك الأجواء، أنا ما قلت لك الزول كاهن كبير. حبيبنا والله، أمورك كيف؟ الليلة شغال ولا ما شغال؟ تكون قاعد نعرف اللايف ده. اصلك من تلاقي مالك عقار ده بتجيبها العيد، ذكر المرفأة لما قال لك ضربت لحمتي ورسلت له وهو بيرد لي وبتاع. مرفأة انت برضو شغلنا القصة دي زنقته، حتى انت كنت قاعد معانا في اللايف، بس احتمال كبير تكون قاعد. المهم
ناس مجلس السيادة ماخدين عليك موقف، وبعدين جابوا اسمك بالاسم ده. مجلس السيادة مطلع بيان قال المذيع أحمد طه في بث مباشر للحديث حول عدة نقاط حول الراهن السياسي السوداني، وخرجت بعدها منصات قناة الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مضللة ومقتطعة من سياق ما ذكره السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في نقطتين. الأولى التصريح المضلل، تصريح أن الجيش ارتكب انتهاكات ضد السودانيين. التصريح الصحيح هو الأخطاء العسكرية الشائعة. التصريح المضلل الثاني موافقة مجلس السيادة على مقابل التقدم. الاعتذار بتاع قناة الجزيرة حسي يا سيد رئيس مجلس السيادة ناقص، اعتذروا بس عن التصريح الأول اللي هو إنه مالك عقار قال الجيش ارتكب جرائم حرب في الجزيرة. هو ده تصحيح تصريح مالك عقار أن الجيش ارتكب انتهاكات خلال الحرب القائمة. والتصريح الصحيح أن هنالك أخطاء وقعت من جانب الحكومة. بس نزلوا تصحيح واحد. أقفلوا لنا المكتب. وين وزير الإعلام؟ قوم قوم. هو مش أقفل المكتب بتاع الجزيرة ده، أسحب الرخصة دي. حسي تسحب الرخصة. ما نزلوا اعتذار عن لقاء رئيس مجلس السيادة بتقدم اللي هو بناء عليه طلعت الدجالة رشا عوض أم جدود طلعت قالت تلقينا موافقة. شوف المرأة السكرانة دي، شوف المرأة، شوف الحرية والتغيير وصلت يا مرحلة من الحضيض السياسي بتبني حساباتها على تصريحات مضللة من غنى بناء عليها قالوا والله الرئيس مجلس السيادة وافق يلاقي حمدوك. وافق بتين؟ عندكم حاجة مكتوبة طلع ما في مكتوبة طلع وين؟ اها قام مجلس السيادة طلع بيان ذاته وقال لك لا برهان داري يلاقي تقدم. اسمع هادي يا هادي، ما البيان رسمي. هسه قناة الجزيرة تنزل اعتذار في الحتة دي، منزلين اعتذار واحد، انتوا بتلعبوا ولا شنو؟ هسه انا بكلم الشيفز ده يبين لكم، اصبروا. قال لك التصريح المضلل الاول ان الجيش ارتكب انتهاكات ضد السودانيين، الجزيرة اعتذرت فيه ده. التصريح المضلل الثاني الاخطاء العسكرية الشائعة. طيب التصريح المضلل الثاني موافقة مجلس السيادة على مقابل التقدم. التصريح الصحيح هو رد مجلس السيادة بإمكانية مقابل التقدم كسائر القوى السياسية والكتل السودانية الأخرى التي يلتقون بها. ده الكلام اللي قاله في جبيت، قال أي زول سياسي سوداني داري يحل مشكلة السودان اللي جينا يتكلم من جوا، برا إحنا ما عندنا حل. وكل القوى السياسية إحنا بنلاقيها هداك أركويت، مؤتمر أركويت في سياسيين عطالة قاعدين هنا، كمش أقعدوا معاهم؟ ما عندهم شغلة من الصباح، قاعدين يعملوا سياسة، يطبخوا سياسة، يتكلموا سياسة، يقروا سياسة، يكتبوا سياسة، قاعدين احنا نحل مشكلة السودان. فمشكلة السودان ده حلها في الميدان ده بس. كلاشك في يدك، طبنجتك في ظهرك، أي زلف تحت خشمه معاك شرعه بس. أي زلف تحت خشمه معاك شنو شقه له؟ قاعدين. ده اللي عندنا احنا في مؤتمر الكويت. قاموا ناس الحرية والتغيير الفجعانين قال لك والتصريح الصحيح هو رد مجلس السيادة. طبعا الجزيرة جابت قالت موافقة مجلس السيادة على مقابل التقدم. رئيس مجلس السيادة ما وافق ولا خصص به كلام، ولا مالك عقار قال أصلا إنه وافق يقابل القوى السياسية كلها، وقال لهم تعالوا قابلوني في السودان، وقلنا الراجل اللي خدكوا راعي في السودان. تعال البرهان طلع من الشغل دي. احنا طلعنا البرهان ده لين 14 يوم. ياسر عرمان مالك ما جيت، عمر الدقير مالك ما جيت، واسغ البرير مالك ما جيت. احنا قلنا يا اخوانا تعالوا يا هديك برسودان ما قدامكم، اقطعوا تذاكر نقطع عليكم ما عندكم مشكلة، الراجل فيكم اللي يجي السودان. تصريحات هدى البيان. طيب التصريح الصحيح رد مجلس السيادة بإمكانية مقابل التقدم كسائر القوى السياسية. إن فشل قناة الجزيرة مباشر ومنصاتها في امتحان المصداقية ده حقي، ده حقي يا قناة الجزيرة. وحياة الله بلوا ميتينكم، ها؟ وحياة الله بلوكم بل الجن. أنا أقول لك يا جن ما تهبشني، أنا والله سري باتع ما تهبشني، ماشيين حاضريني مالكم، ها؟ هسه في داعي للكلام ده عن مجلس السيادة ينتفض
ينتفض عديل بل حنانكم. اسمع البلدة لغناة الجزيرة حبيبتنا عشان تاني تسووا. قال لك ان فشل قناة الجزيرة مباشر ومنصاتها في امتحان المصداقية مرة واحدة بس غلطوا ركبوا لك ركب الجن وديك الحدث قاعدة السنة كلها تزور ولا بيسألوا وديك ما بتاعت الكبير كمان ها ديك بتاعت محمد بن سلمان يا جنة ها دي بتاعت تسابيح يا صاحبي ها عثمان اسمه هو عثمان المرغني ما كلهم مراغنا هنا عثمان المرغني ابراهيم المرغني عمك المرغني ها كلهم شوف الجزيرة تبلت كيف كانت محترمة ومصداقية وبنستجدل بكلامكم ونستشهد به اسمع البل بتاع الجزيرة قال لهم انكم فشلتوا في امتحان المصداقية وتحري الدقة امام الشعب السوداني لا ده كلام ده كلام ده كلام مدفون كلام ده شكله كده من زمن البشير والله دي وجعة ما حقت الليلة والله دي وجعة قديمة ها اقسم بالله دي وجعة قديمة شوف شوف عليك الله شوف قال لك الدقة أمام الشعب السوداني اقتضى علينا أن نوضح حقيقة هذه التصريحات للرأي العام طبعا التصريحات امبارح احنا خطيناها مع مالك عقار واضح قلنا لها مالك عقار تتكلم في المقاومة الشعبية المسلحة إنها بتقدر تدير لا تستطيع إنك تدير ولو عندك رأي في اللي بنعمل فيه يا مالك عقار نزل جيشك مع أخوانه في مدني لو عندك القدرة ولو عندك جيش احنا الشعب السوداني ده شايل السلاح يا مالك عقار لانك انت ما شايف شغلك انت انضميت للقوات المسلحة وقعت معاه اتفاق بجنودك واحنا حس عقدي في المعركة دي شغالة وقبليها كنت مخرج لك اكتر من 1500 مقاتل من الكلية الحربية تدريب عسكري واضح دي لا بيت انزلهم في المعركة دي جاي تقول المواطنين شايلين السلاح غضب انت قايل الاغتصاب ده عند الناس كلها مقبول يعني ولا شنو السرقه دي مقبوله تشيل حق الزول تمشي دي احنا كلنا انت لانه في جهات بتعوضك في جهات بتدفع عليك في جهات بتسلحك الكلام اللي انت قلته امبارح ده لو مجلس السياده ما كان حصلك انت ذاتك حتتبلك انت وانا بطمنك اسلوبك ده وقعادك السلفقه في المنصب ده والاحتيال اللي بتمارسوه بالسلاح الموضوع ده تاني في السودان ما في وانتوا عارفين الحاجه دي ده انتصار للمقاومه الشعبيه المسلحه ده انتصار للسودان على 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 كل المتآمرين في الداخل والخارج البيان ده بالمناسبة من القوة ننسبه للمقاومة الشعبية السودانية المسلحة انه اجبرت المجلس بتاع السيادة يصلح كلام عقار لانه عقار الان بقى في مرمى النيران السودانية بالمناسبة انت متمرد عندنا توصف انه احنا بندافع عن اعراضنا انه احنا غضبانين وما نغضب انت مشكلتك شنو انت انت طبيب نفسي ولا متمرد انت عندك خلل في الهوية مالك ومال غضبنا ومالك توقيت ما قادر تقيف وتقاتل وتحرر لك موقع ولا ترجع جبل اولي ولا ترجع القيادة العامة بتتفاصح في شنو انت ما نشيل السلاح لانك انت ما قادر تشيل السلاح انت شايل القروش الورا السلاح انت شايل المنصب الورا السلاح انت شايل الأبة الورا السلاح انت ما شايل السلاح بالمسؤولية حقته السلاح وصلك الحته والغايه حقتك ورميته عشان كده الليله لابس بدله ابي تلبس الكاكي يا عقار انت ما متمرد فريق في القوات المسلحه ما تلبس كاكي بتاع قوات مسلحه في المعركه الحرب الداخل السودان فصاحتك دي اللي تقولها في الجزيره مع احمد طه لكن في جبال النوبه في الدلنج ما بتقدر تقول لهم كلامك ده ما بتقدر تقول المقاومه ولا ذات حدين ولا ما حدين ولا انه المواطنين غضبانين دعم السريع مدور تاع شارات من تشات ما وقف الا في ابواب الدلنج تيجي تقول لي ده الغضبانين انت كنت وين طيب قواتك كانت وين صار لك اللي بتعملوه يا ناس مجلس السياده دي احنا ما ناقصنا الدار يبقى فيكم الراجل يتكلم كلام رجال حباب والما دار يتكلم يقفل ميتين وده لانه احنا بنعرف نقفله ليه وكيف وبنعرف نخليه يسحب كلامه كيف وبنعرف نخليه يعتذر كيف وبنعرف نخلي الغنل جابت له كلامه زادت تعتذر اقل من 24 ساعه سحبت كلامك انت الكلام ده ما مصور انت قال هسه احنا لو دارنا عصرك انت ونعصر الجزيره انت كلامك ده ما قلته مصور شنو تحريف وما تحريف انت ما قلت الكلام ده
وعامل فيها ماشي ماسك لك موضوع تاني منبذ الجزيرة بالكلام ده كله. انت ما تفتح موضوع انك قلت المقاومة الشعبية دي سلاح ذو حدين، ما للجزيرة ما قلت لها تسحب الكلام ده. الراجل فيكم حسي في الدولة دي، لابس مير الدولة ده، موظف في الدولة دي، اللي يطلع قدام مقاومة ولا حامي عسكرية ولا تجمع جماهيري اللي يقول له هنا المقاومة دي عيوبه وما عيوبه، وحياة الله يركبوا لك سونكي في عينك. لا سياسيا قادرين تنجزوا ولا عسكريا قادرين تنجزوا، وبعد ده كله فصاحتكم وطولة لسانكم في المواطن المسكين، لبتين انتوا راكبين في ظهورنا؟ لبتين؟ نخلص الدعم السريع ده والناس حنبدا بيكم انتوا ديل والبتاع ده، والله تلفوا الكدامول ده عديل برضه هتتبلوا، احنا ما عارفين نكون انتوا شنو. قال ونريد هنا ان نذكر جميع الاعلاميين، اول حاجه قال ان فشل قناه الجزيره مباشره ومنصاتها في امتحان المصداقيه وتحري الدقة أمام الشعب السوداني اقتضى علينا أن نوضح حقيقة هذه التصريحات للرأي العام وأن نلفت انتباه أجهزة الإعلام الأخرى أننا لن نسمح بأن يتم التلاعب بتصريحات المسؤولين السودانيين وخط حكومة السودان. ونريد هنا أن نذكر جميع الإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات الفضائية ومنصاتها أن بأن المصداقية في نقل الأخبار أهم في السبق الصحفي المضلل، وأن الحقيقة وحدها هي ما سيحرر الشعب السوداني من براثن احتلال الميليشيا المتمردة وداعميها. أول حاجة ده كلام فاضي سائل بتقولوا فيه ده، هم قصدهم يا مالك عقار يغطوا على كلامك لكن ما قدروا في مجلس السيادة يقولوا. أنت امبارح إحنا موضوعنا معاك إنك طعنت في المقاومة الشعبية المسلحة. إحنا حنرد على مالك عقار بمزيدا من المقاومة. ومزيدا من فتح معسكرات الاستنفار ومزيدا من تسليح المواطنين. حاضر. والبتكلم عن انه التسليح ده حيجيب وما حيجيب، احنا التسليح ده واقع فرض علينا. الناس اتسلحت بعد معركة 15/4 بعد تمرد قوات الدعم السريع. فشلتوا في انكم تديروا المعركة سياسيا، فشلتوا في انكم تديروا المعركة عسكريا، جايين تديروا المعركة بتاع تنمية بشرية طالع يقول لنا انا دار ارد غضب الشعب. تعال احضن عليك الله، تعال يا مالك احضن، ها تعال طبطب علينا، تعال دادا ده انت تنفع دادا انت، تعال تعال يا دادا فريق اول دادا، تعال طبطب لينا، عندنا ناس غضبانين هنا في شند عليك الله جنب المصورات، امشي طبطب عليهم امشي. خلاص يا اخواننا بكره حرسل لكم فريق مالك عقار وقواته عشان يطبطب عليكم. طبعا ما حيجيكم بسلاح، حيجيكم ببخور وتجي تشرب معاهم الجبنه. حاضر. عندكم بتعرف تشتغل مساج مع الغضب ده؟ كمان في ناس دايره مساج والله. تعرف تعصر الكرعين؟ فريق بلده بتحارب وهو اصلا منضم للقوات المسلحه بفصيل عسكري مسلح، اهله يقتلوا ويستهدفوا في الدلن وفي كل السودان يعتبروا اهله. حاضر. بيطلع بيقول لي انا والله داير ادير الموضوع ده، داير ادير الغضب. ايه ايه اللطافه دي؟ ايه الزرافه دي يا سعادتك؟ ايه الزرافه دي يا مالك يا عقار يا كيسك يا فاضي؟ طلعت انت بتحار، انت معناه اللي وصلته ده انت ما عندك جيش ولا انت حاربت ولا انت عسكري، زول باطل ساي انت، زول باطل. انت فرقك شنو من عروه الصادق حسي؟ فرقك شو؟ اديني فرق واحد بينك وبين الرشعوط كده، قول لي فرق واحد بينك وبين يا اخي حنان حسن احسن منك يا اخي، بتعزي في صفحتها الدعامه، انت 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 لا دار تعزي في القوات المسلحه ولا دار تدعم القوات المسلحه بجيش، وطالع تقول لي انا والله. اول حاجه نرد عليك انت ونرد على البرهان ذاته ونرد على الامم المتحده، مزيدا من التسليح ومزيدا من الاستنفار ومزيدا من القوات المقاومه الشعبيه المسلحه، والسودان ده كله حيتعسكر ويشيل كلاش، والراجل اللي نزل الشارع ده جيش ذاته اللي نزل الشارع ده. الجيش ذاته اللي ينزل الشارع، خليه انت يا برهان، خليه انت يا عقار. بنقوم لكم بواجبكم. بنحافظ لكم على وحدة البلد، بنضحي بدمائنا وارواحنا واملاكنا، بنشوف املاكنا تباع في الخارج، جاي انت ترد علي تقول لي انا دار حاصر غضبك؟ يا هو ده الشعب السوداني في الشارع.
والعنده جيش فوق جيشنا ده اللي ينزل الشارع ده، والكلام ده للجيش ذاته. واحد اتنين في معاركهم درمان الليلة، جيش الشارع ده بيسطر في 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 تضحية يمكن الناس ما عارفها، ودي دي 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 كتب حتتكتب. أول حاجة في مجال الطب، السلاح الطبي، الأطباء في السلاح الطبي، وكل يعني العاملين في 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 السلاح الطبي. يا أخوانا احنا جيشنا عنده المقدرة على عمليات الإخلاء والمعالجة ومعالجة المصابين في نص التسخير ونص التدوين ونص الاستهداف. ما في طبيب عسكري في الجيش السوداني ده ما شايل كلاشه وشايل قناصته معه. وفي عمليات الإخلاء دي احنا لا عندنا طبعا اسعاف بتمشي ولا عندنا كده، بيجوا بياخدوا البلاغ بيتصرف بصل براو، بيعالجوا المواطنين المصابين، بيعالجوا الضباط، بيعالجوا العساكر، بيكون شايل عدته دي وشايل كلاشه بكاتل عشان يصل ينقذ حياة جندي سوداني. دي معارك من الشرف والعزيمة والبطولة لا يمكن انها تدنس. بس تضحيات فريق واحد من الجيش سلاح الطبي، تضحيات فريق واحد من الجيش العمل الخاص اللي فيهم الجزء اللي بيمشي بصلح المو. انت مناطق محاصرة، انت ما متخيلين محاصرة يعني شنو، عشرات القناصة بيشوف اي حاجة متحركة بيضربوها، ديل بيخاطروا بنفسهم عشان يوصل موية، يوصل أكل، يوصل علاج، يوصل ديل. بعد ده كله بنطلع بتصريحات القادة الضعيفة المهزوزة اللي بتوريك إنهم عندهم اتجاه تفاوض، أو إن إحنا جماعة قفلنا الباب. يا أخي تقفل الباب يا زول، اقفل السودان ده ذاته اللي بتعمل فيه البرهان ده والعقلية شغال بيها دي، شيل الحسابات بتاعت التفاوض من الحرية والتغيير. الطلع أيدك في الشارع، ما الحرية والتغيير، هو الشعب السوداني الآن شال سلاح ده ذاته، طلع بيوم من الأيام فوضك وعمل لك جماعة البرهان، طلع يوم من الأيام فوض القوات المسلحة. الحرية والتغيير سياسيا ما حتقدم لك أكتر من اللي انت دايره حسي ده. انت قاعد برضا الشعب السوداني، بتفويض الشعب السوداني، انت قاعد بحماية الشعب. الحارس برسودان منه المواطنين والجيش. لما تجي وادي سيدنا الحارس، وادي سيدنا منه المستنفرين والجيش. لما مشيت عطبر الحارس، عطبر منه المواطنين والجيش. حارسين منه احنا؟ حارسين المواقع العسكرية اللي بتنزل فيها هليكوبترك. انت يا برهان، انت دار تأييد تاني، دار تحكم شنو انت؟ ما هو ده خلاص تاني ما في حاجة. لكن في المقابل انت خايف من عقوبات دولية. اقول لك حاجة، خلي انت هسي البشير ده ما قاعد ما يجي يسوقه، بل عقوبات دولية حيقول عليك شنو، ما مجرم وجنرال بيقولوا في البنبس فوق ده. انت ماشي تقعد معاهم كيف؟ لو دار تمشي تقعد انت كبني ادم، الكاكي اللي لابسه ده تاني ما تلبسه. احنا ما بنسمح لك بالكاكي بتاع الجيش السوداني ده تقعد مع حميتي بعد العمل والقالوا. احنا ما بنسمح لك تاني انه مسمينك جنرال الحرب تقعد لينا مع اللي بيقولوا قائد الجيش، حمدوك بيسميه قائد الجيش ما معترف بشرعيتك. احنا ما بنسمح لك تكون لابس كاكي السودان ده تقعد مع زول هنا، ما بنسمح لك تقعد في كينيا بعد العملات للسودان، ما بنسمح لك تقعد في اديس مع ابي احمد بعد العمل في السودان. احنا ما بنسمح بالحاجه دي، والحياه دي احنا بناخدها من تحت جزمه الخونه. احنا بنقطع عليهم كرعين ودي ذاتها، والبلد دي احنا بنعرف نحميها كيف وحاملناها يا برهان. ثلاثة أسابيع حسي إحنا ممكن نتكلم عن انتصارات القوات المسلحة والشعب السوداني. حسي بس ما عند ثلاثة أسابيع الفاتت دي، الليلة إنجاز الليلة ده أنا أتكلم فيه ثلاثة أسابيع إنجاز الليلة بس. الحدث السوداني
الإعلام الحربي، تصدينا لمجموعة من العربات القتالية للدعم السريع في منطقة النقعة والمصورات بنهر النيل. كبدنا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والعتاد. نظفنا المنطقة حتى آخر حدود المسؤولية. نؤكد أن جميع مواطني القرى والأحياء بالمنطقة كانوا متأهبين لمقابلة أي اعتداء. لقاكم كلام زي ده؟ الدعم السريع بتاعكم ده يا برهان اللي بتخوفنا به. الناس بيتكلموا انه في هجوم حصل في شندي قبل يومين والجيش ما طلع بيان، والجيش طلع بيان قال ما حصل وبتاع. اول حاجه احنا من هنا موضوع المقاومه الشعبيه، انا شايف في صراعات اعلاميه بتحصل، صفحه هنا تظهر، صفحه هنا تظهر، صفحه. الصفحات دي هي لنشر انجازات المقاومه الشعبيه وليس للسيطره على المقاومه الشعبيه. الناس اللي عندها هوس بتاع انها تسيطر فاحنا بنطمنكم ما بتقدر تسيطر. اي صفحه دارت تدعمل تنزل انجازات المقاومه الشعبيه مرحبا بها وحبابها. لكن حسي مع القرارات اللي بتصدر دي، في قرارات بتصدر من الولايه، لجنه الولايه هي عندها اللجنه الاعلاميه. اي زول يجيب لنا خبر من انجازات نهر النيل ما في اللوجو بتاع ولايه نهر النيل احنا بنعتبرك طابور، ما ترسل لي فيديو. الوالي اعمل لجنه اعلاميه يتحكم في الاخبار ونشر الاخبار ويوري الصح والما حاصل والحاصل. تاني ما تظهر لي صفحه تقول لي يا اخي سبق صحفي ناس شندي طلعوا، انت مالك وماله نطلع ولا ما يطلعوا؟ دي ما شغلتك. والفكره بتاعت انك انت تجيب الاخبار وتغير الاسم او الناس تصارع في اسم الصفحه، انت ما حتغوض المقاومه دي. الموضوع ده اكبر منكم كتير. موضوع انه تتعامل صفحات حتى من جهات استخباراتيه داخل الدوله وجهاز الامن والاستخبارات العسكريه بيفتكروا انه لما انت تسيطر اعلاميا انت انت لسه في الاولد سكول فاشن، انتوا تقاليد قديمه بتاعت انه احنا خلينا نسيطر على الميديا نسيطر على الواقع، ده خرابيط، ده كلام فاضي. حريه وتغيير اله اعلاميه ما في زول عنده القدره عليها. هسي دي شغالين بس قصادي انا بغرف فوق ال5 مليون دولار، ببلع ميتين بعد ما يخلصوا بيعملوا الصواطه وجبنه وتصريحات ياسر وبتاع، باجي هنا بقول لها رشا ام جدود. الناس ما بتتذكر قالت شنو؟ حتقول لك ام جدود قالت، هسي حتلقي صورتك بتاعت السلحفاه لابسه نظاره دي انت يا رشا. انتهينا مني خلاص. مقاومه دي في الواطه بذل بتاع دماء، بذل بتاع ارواح، دفاع عن قضية. الموضوع ده ما صراع سياسية، وإنه جهاز الأمن إنه لو ما سيطر على المقاومة الآن بعدين ممكن الموضوع ده يشكل خطر على الدولة. طبعا إحنا بنكلم جهاز الأمن وبنكلم الاستخبارات إنكم بعدين حتكونوا في يد المواطن. مشيتوا عديل مرحب، ما مشيتوا عديل حتترصصوا قصة تطلع عليه ب6 تاتشيرات وتخشوا حلة وترهبوا. الكلام ده الجيش ينساه، جهاز الأمن ينسى الكلام ده، بوكس أبيض وتيجي توقفوا أبنصات وترفعوا الناس، لا لا ده تنسوا تنسوا. ما بتقدر تعملوا في شندي، ما بتقدر تعملوا في عبر، ما بتقدر تعملوا في غور الجزيرة، ما بتقدر تعملوا في النيل الأبيض. كلام ده بنقوله لكم العديل. السيطرة على الشعوب بالإرهاب الموضوع ده انتهى في السودان. كلنا شايلين كلاش، دار تفتح خشمك بالحق مرحب، دار تفتحه بالباطل تتملي نار. الكاكي بتاعك ده مال، والله احنا نديك شرف الكاكي، انت ما بتلبس الكاكي ده تتشرف علينا. الداري خدت الموضوع العقليه القديمه دي يزحها، الكلام ده تغير. يا هيدي حسي الولايه طلعت بيان الليله واكدت فيه الحاصل، لانه قبل يومين الحمله العسكريه قالوا ما في هجوم ودي اخبار والناس ما تسمع التضليل. احنا شفنا فيديو الساعه 10 بالليل انه المقاومه الشعبيه طلعوا ودقوا كم عربيه وفضل منهم 6 وجروا. يطلع الحامي العسكري يقول لك ما في كلام زي ده، احنا كلام الفوضى الكثيره دي ما دايرينها. اي ولايه اللجنه القوميه بتاعت الامن في الولايه هي المسؤوله من الشق الاعلامي. عندكم فيديو بتاع تمشيط تنزلوه تحطوا اللوجو حقكم، دي منو دي عبره، دي منو دي شندي. الحامي العسكري تكون عارفه التمشيط ده، احنا ما عندنا حاجه بنسويها بدون الجيش ما يعرف، غصبا عنه الجيش يعرف، ما تنوم يا جيش. تمام؟ الصراع اللي بتعمل فيه الصفحات انا بعايل المخابرات شغاله وانه صفحه وصفحه دي صفحه منو دي صفحه، الكلام ده كله كلام فاضي سايب المناسبه. دي انجازات، حسي ده انجاز، انجاز خربوه لانه الناس اتسابقت في الاخبار. قام قال لك نؤكد ان جميع مواطني القرى والاحياء
بالمنطقة كانوا متأهبين لمقابلة أي اعتداء. ده وين؟ ده في المصورات وتصدنا في منطقة النقعة والمصورات بنهر النيل. الجيش قال لكم المواطنين حسي مستعدين. إنجازات بتاعت مواطن بيضحي بنفسه عشان يحمي المصورات ويحمي نهر النيل. يطلعوا اثنين ثلاثة في صفحات الصارع، ديل تابعين لي، ديل أنا موجههم، أنت ما موجه أي زول. أنتوا ما موجهين أي زول. دارين تشتغلوا إعلام داعم للقوات المسلحة، فيديو طلع لك فيه كده خدته، خدت الفيديو وتقفل ميتينك بس. اللي بيطلع يقول لك أنا سايق أنت ما سايق حاجة، وما بتقدر تسوقها. ولا فيكم زول صنع الحاجة دي. حاجة دي صنع الواقع. صناعات شخصية المواطن السوداني اللي اتغيرت اللي بتفتش عن حقها. لسه احنا بنطلع بنتحرر من سيطرة البوران، ونتحرر من سيطرة الاحزاب، ونتحرر من سيطرة المخابرات. تجون انتو دي واحدة من الإنجازات. كسلة امبارح طلعت أمر طوارئ. طيب نجي نشوف بتاع النيل الأبيض. القرار بتاع النيل الأبيض. قرار النيل الأبيض. وللنيل الأبيض يحل لجان التغيير والخدمات وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية. كسلة النيل الأبيض، نهر النيل، كوستي، سنار. احنا كل يوم اخواننا بنحقق في تقدم. التقدم ده كله بيبني في الحرية بتاعتنا. كل يوم كل يوم احنا بنبني في خطوات. موضوع ده لا بيقدر عليه عقار، ولا بيقدر عليه مبعوث الامم المتحدة، ولا بيقدر عليه البرهان. حلو. الليلة اخونا عمر سيرار ده قدم لنا مقترح. المقترح ده دارين ننقله للسيد البرهان. قال نطالب بنقل الفرقة الأولى إلى مدينة المناقل، وأن يتواجد الوالي بالمناقل، حيث ما زالت هنالك محليتين في يد الجيش، محلية المناقل و24 الغرشي ووحدة المدينة عرب ودرعية. قبل فترة تكلمنا عن إنه الفرقة الأولى الفرقة الأولى القوات حقتها قاعدة في سنار، فطلبنا إنه السيد القائد العام يفتح الفرقة الأولى دي في حتة تانية. وحس المقترح بتاع المناقل ده مناسب جدا، لأنه الجيش اللي انسحب من النيل الأبيض قاعد في المناقل. تمام؟ دقيقة خليكم نفتش البتاع ده، نحاول نربط ولا نعمل ليش نوتة ذاته. أنا شايفه لكن ما قادر أصل.
قبضنا. هل بيمنع شنو البرهان يحول الفرقة الأولى من سنار يجيب المناقل؟ ما الذي يمنع؟ وهل بيمنع شنو إنه الوالي بتاع الجزيرة يقعد في المناقل ما يقعد في كسلة؟ هل بيمنع شنو؟ والمناقل فيها الجيش اللي انسحب من النيل الأبيض، والمتحركات الجات من الفشقة، والمتحركات الجات من كسلة، والمتحركات الجات من هيئة العمليات، والمتحركات الجات من النيل الأزرق، والمتحركات الجات من سنار. الجيش القاعد في المناقل اللي بيحرر الجزيرة كلها اللي بيمنع شنو؟ اللي بيمنع شنو؟ اخواننا انتوا عارفين تمانين في المية من قوة الدعم السريع هي متواجدة في مدرمان الان، التاتشرات والدبابات والقوة العسكرية، الباقي ده كله كلام فاضي سايف في الولايات في ده كله كلام فاضي. لو الجيش ده فتح الابواب القصة بتنتهي. فالموضوع ده احنا بننقله للبرهان انه دارين خطوات عسكرية واضحة في اتجاه الحسم العسكري. الفكرة بتاعت الاتجاه بتاع الحسم السياسي والتفاوض، الموضوع ده شيله من راسك يا برهان. والجيش اللي هو بيقاتل بنسبة 1% من قوته، لانه ما ممكن معسكر زي المدرعات يشتغلوا فيه ناس العمل الخاص 20 نفر والمعسكر فيه فوق 10,000 مقاتل. افتح للناس دي الابواب لانه حيفتحوا الابواب. انا قاعد انبهكم وانتم ما دار تسمعوا. الجيش في المدرعات حيفتح الابواب، الجيش في وادي سيدنا حيفتح الابواب. موضوع فك اللجام وقفل اللجام ده يا برهان شيلوا شيل التغيير اللي بتعمل فيه ده ما حيودي البلد دي لاي حته غير انه احنا حننتصر. خليك انت في جانب الشعب ما تفقده، لانه لحد يوم الجمعه دي الانتصارات اللي حتحصل من هنا ليوم الجمعه بعديها الجيش تاني موقفه حيكون ضعيف مع الشعب. انا دار اقول الكلام ده للجيش الشريف وجيش الشارع. اذا المقاومه الشعبيه دي حققت انتصارات براها من هنا ليوم الجمعه بدونك يا برهان انت تاني ما بتركب معانا. إذا كان دي لغتك الضعيفة اللي بيقول فيها عقار واللي بيقول فيها وزير خارجيتك دي احنا تاني ما بتركب معانا. أي زول حسي عدي طلع قرار وأمر طوارئ زي بتاع حسي بتاع النيل الأبيض ده أرجل منك في شنو يا البرهان؟ قرار بتاع النيل الأبيض ده أرجل منك في شنو؟ قرار زي ده أنت والي النيل الابيض يحل لجنه التغيير والخدمات وتنسيقيات الحريه والتغيير بالولايه. ما ارجل منك في شنو؟ ارجل من وزير العدل في شنو؟ ارجل من النائب العام في شنو؟ ما تطلع قرار تحل به الحريه والتغيير. طلع قرار تحل به الاحزاب السياسيه الواقفه وقعت مع المتمرد حميدتي. ولا براهم بيطلعوا في القرارات انت بتعاين. الفكره بتاعت انك تمشي في خط التفاوض دي ما هتحصل. الحريه والتغيير دي انتهت في السودان، واحنا قلنا لهم بهاشتاج واحد حتنتهوا. الحريه والتغيير تتحلى وتتبلى وتمشي لي الله، وحسي قاعدين يمشوا لي الله. بنوريكم يعني ترتيب الصفوف. اول حاجه المطلب الاساسي الان الفكره بتاعت نقل الحاميه العسكريه الفرقه الاولى الى المناقل. اثنين جنوب الخرطوم، اعلان معسكر المدرعات مركز لجنوب الخرطوم للتسليح والمقاومة الشعبية، اعلنوه براهم مرحب، ما اعلنوه احنا ننتظر السيد الوالي. قال هو في ترتيبات في خطابه امس، فاحنا ننتظر السيد الوالي هو قائدنا. والزول ده انا اعتقد فيه تماما يعني ما في اثنين ثلاثة ولا بلاويو. سيد الوالي ولاية الخرطوم انا اتوقع انه حيطلع قرارات حاسمة، قرارات واضحة، وانا اعتقد انه الكبير قوي بلاوي فيه. واحنا بنطمن السيد الوالي نقول له احنا ما سكان ولاية الخرطوم، احنا انتشرنا في السودان. الخرطوم انتشرت في السودان كله، وكل السودان الان اصبح خرطوم، كل البلد خرطوم. كلنا وراك ومعك.
دارين قرار بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الخرطوم زي أسوة بالولايات الثانية اللي أعلنت فيها حالة الطوارئ. قرار بالتعبئة العامة في ولاية الخرطوم أسوة بكل الولايات الثانية. قرار بإعلان حالة الطوارئ والمقاومة الشعبية المسلحة أسوة بكل القرار الولايات الثانية. وأطمنك يا سيد الوالي، المخابرات والاستخبارات العسكرية عندها أمر دائم لكل الوحدات العسكرية بتسليح المواطنين. أي مواطن في السودان الآن بيسلح بعلم وإمرة القوات المسلحة. أي وحدة عسكرية في السودان عندها قرار من الاستخبارات ومن غرفة القيادة والسيطرة من القيادة العامة للقوات المسلحة أمر دائم بتسليح أي مواطن في السودان. هسي أنا بوريكم الكلام ده. أي مواطن بيمشي بيسلح في حامية عسكرية بيسلح تسليح شرعي، الدولة عارفاه، الدولة هي المسلحة. كان جبت سلاحك براك الدولة مسلحة. احنا شغالين في الضوء، ما عندنا حاجة داسينها، ما عندنا لولوة. عقار اللي بيتكلم عن سلاح ذو حدين اللي يبقى راجل يوري سلاحه بيجيبه من وين. انت تسلح قواتك من وين يا عقار؟ لما اتمردت على الدولة جبت السلاح من وين؟ ما بيقدر. الليلة انا بطلع بقول لك المقاومة الشعبية المسلحة في السودان سلاحها جاي من القوات المسلحة ذاتها، من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة. فإحنا بنطالب والخرطوم من هنا لحد يوم الجمعة يكون الإعلان، لأنه الناس دايرة ترجع، وثبت لك الهاشتاج الآن وليس غدا. أجراس العودة فلتقرع، العودة تحتاج لمدفع. ده الهاشتاج ده أنا عجبني. المدفع ده هو إعلان بيعلن السيد والي ولاية الخرطوم. زي ما الدعم السريع الآن بقى محجم في السودان وتايه وما عارف يمشي وين، وآخر المعلومات الاستخباراتية المبارح في بيان طالع من جهاز الأمن بيتكلم عن إنه الدعم السريع جاي يهجم بورسودان، بيعدوا في العود ده إنه ماشيين بورسودان، وفي خلال الشهر ده قالوا حنمشي بورسودان. مواطن بورسودان مع القوات المسلحة وقفوا اللي بتعملوا فيه في الكورنيش ده، وقفوا اللي بتعملوا فيه في الأسواق دي، امشوا الحاميات العسكريه ونقاط الارتكاز يا مواطن يا بورسودان. انت مستهدف، هو الدعم السريع لو ما دخل بورسودان ما عمل حاجه في السودان، ما عمل اي حاجه. الرئه والمتنفس بتاع السودان هي بورسودان، احموها واحرسوها لانها مستهدفه. كويس. والكلام اللي بيقول فيه عثمان مرغني بحرضوا نمشوا بورسودان، فاحنا دارين علينا الجاهزيه حقتنا. نعلن الجاهزية حقتنا. السيد والي ولاية الخرطوم، المناطق اللي حتعلن فيها المقاومة الشعبية في كل أم درمان، بحري، الخرطوم. بحري حيكون معسكر حطاب. المدرعات في جنوب الخرطوم، القيادة العامة في الخرطوم. القيادة العامة دي حقتنا يا اخوان، القيادة العامة دي حقتنا، ولم نرجبها كتير. القيادة العامة دي حقتنا ولم نرجبها كتير إن شاء الله. ميقت ليك الكبير أوي الليلة مبنو. الله يا أخي الكبير أوي الليلة يقوم يفرفر فينا وايدو. شوف الحماس كيف يا برهان، ناس دي راجين راجين راجين، الناس دي منتظرة وراجية راجية العودة.
من هنا لحد الجمعة السيد والي ولاية الخرطوم بنطالبك من هنا لحد يوم الجمعة إن شاء الله إنه تعال لنا الطوارئ في ولاية الخرطوم، التعبئة العامة، المقاومة الشعبية المسلحة. من هنا يا أخواننا لحد يوم الجمعة إعلاميا نشتغل في الثلاثة حاجات دي. تاني حاجة إنه البرهان والنائب العام يصدر قرار بحل لجان الحرية والتغيير ولجان مقاومة الحرية والتغيير، حاضر، وتجريم أي زول يتكلم في المقاومة الشعبية حتى لو كان البرهان ذاته وأمالك عقار. والله يا مالك عقار كلامك ده تقوله في النيل الأبيض كانت رجيت، والله كلامك ده تقوله في كسلة بالقانون بتاع الطوارئ ده أي زول يتكلم في المقاومة الشعبية المسلحة أقسم بالله كانت تربست يا مالك عقار. دارين البرهان يطلع لنا قرار واضح زي الولادة ما طلعوا قرارات بالطوارئ وحل الحرية والتغيير، وأي زول قاعد مع حميتي في اجتماع أديس أبابا يعتبر متمرد، حاضر، وتتفتح فيهم بلاغات بالانتربول. من هنا لحد الجمعة دي يا سيد والي ولاية الخرطوم احنا جاهزين وبنرفع عليك التمام من كل حي، وأي منطقة من بكرة تجهز ناسا البر الخرطوم، الدارين ارجعوا الخرطوم وتسلحوا، احنا حنعلن عن مراكز التسليح والمقاومة الشعبية. حطاب العيلفون الآن هو مهدد وبتهاجم، احنا حنمشي نأمن معسكر العيلفون، حاضر، وادي سيدنا، المدرعات والزخيرة والغيادة العامة، دي مناطق التجمع بتاعت المواطنين العائدين إلى ولاية الخرطوم، حاضر، ومناطق تسليح المواطنين والمقاومة الشعبية. هسي دي كده على الناس تستعد لحد يوم الجمعة، حنشوف البصات والعربات المتحركة تحت حماية المقاومة الشعبية المسلحة، حتجيبكم من نهر النيل وحتجيبكم من بربر، حتجيبكم من عطبرة، حتجيبكم من الجزيرة، حتجيبكم من اللبيض، حتجيبكم من كوستي، الجمعون يوم الجمعة دي حتبدأ البداية بتاعته. الأسبوع الجاي ده إن شاء الله الجمعة الجاية دي إحنا نكون قضينا على القصة الفارغة دي. الما دار يتحرك مرحب بيه، والدار يتحرك مرحب بيه.